السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه اللي حصل مع ميار الببلاوي في استضافتها في برنامج خلال رمضان؟ وايه هي فضيحة ميار الببلاوي في فيلم ديسكو ديسكو الكامل؟ هنعرف كل التفاصيل مع بعض، بس فضلا من حضرتك ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. رفضت الممثلة المصرية ميار الببلاوي البلاغة من العمر 49 عام عرض مشهد ظهرت فيه شبه عارية في وضع مخل بأحد أعمالها السينمائية خلال استضافتها في شهر رمضان 2022. طبعا فيلم ميار الببلاوي كان اسمه ديسكو ديسكو، أكدت الفنانة ميار الببلاوي من خلال حديثها في آخر مقابلة تلفزيونية أجرتها لعام 2022 أنها قدمت أكثر من شكوى لشركة جوجل من أجل حذف مشاهدها الجريئة في فيلم ديسكو ديسكو من على اليوتيوب، وبالفعل لم نجد أي ذكر لهذه المشاهد على الإنترنت. طبعا الجدير بالذكر أن ميار الببلاوي كانت الأول بتمثل، وبعد كده الحمد لله ربنا هداها واتحجبت. طبعا في الأول كانت متزوجة وما أنجبتش من زوجها الأولاني، وبعدين أنجبت من زوجها التاني ولد، ربنا هداها، ربنا يثبتها على إيمانها وعلى تقوتها. لو وصلت معي لحد هنا فضلا منك لايك شير فعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، يبقى كرم منك لو دعمتنا باللايك. أترككم في رعاية الله والسلام عليكم.